في وقتنا انتشر بزاف مرض السرطان، ولينا نسمعوا بزاف ناس عندهم السرطان. اسكو هذا المشكل عنده علاقة مع النمط تاع الحياة تاعنا؟ ونمط الحياة تاعنا حاب يقول التغذية اللي رانا ناكلوها دركا. وشنو هي العلاقة ما بين التغذية والسرطان؟ باش نتكلموا على هذا الموضوع توجهنا لمدينة عين طايا عند الدكتور العقون أمينة اللي هي أخصائية في التغذية، وراح تجاوب على كامل التساؤلات تاعنا. دكتور العقون يعطيك الصحة اللي استقبلتينا اليوم. الله يسلمك، مرحبا بكم. بارك الله فيك، سي بليزير كالعادة نجو لك شكفة في العيادة تاعك. اليوم رانا هنا باش نتكلموا على العلاقة ما بين التغذية والسرطان. اسكو ديجا تقدر تأكدي لنا بلي كاين علاقة ما بين التغذية والسرطان اللي راهو منتشر في الوقت تاعنا؟ بيان سور كاين علاقة وطيدة اللي أدت لانتشار السرطان بنسب عالية، يعني مقارنة مع العصر الماضي. وهذا كاع يعود لتغيير النمط الغذائي. تخيبيا. للإنسان اللي تغير، لأنه بكري كان الأكل تاعهم طبيعي 100%. 100% بيو كما نقولوا. بيو. فوالا بيو. يعتمد على خضر، على فواكه، على أغذية طبيعية، على زيوت طبيعية. ودرك كل حاجة عادت مصنعة، الأكل مصنع، اللحوم مصنعة، المواد المعلبة. هذو قاعتي يأثروا على صحة الإنسان ويطلعوا في نسبة الإصابة بمرض السرطان. طيب دونك مادام نمط الحياة تاعنا تبدل، احنا ماذا بينا تمدي لنا كيما نقولوا دي ديتاي على بالك نمط حياة رانا عايشينو، كيس كيفو يفيتي، وشنو هما الأمور اللي لازم نجتنبوها، كيفاش لازم يعيش الإنسان باش تكون عنده صحة سليمة والتغذية تعاونه باش يكبر كما نقول مم يكبر يكبر مليح ومعافى من الامراض. نعم. يعني نمط الغذائي تاعنا حاليا تبدل 100%. هذا يعود للسهوله، يعني سهوله تحضير الاكل، الوقت اللي ما كانش بالنسبه للاشخاص اللي يشتغلوا في الخارج وما يقدروش يحضروا اطباق يعني تقليديه او اطباق يعني اطباقنا اليوميه. المشكل بالك يقدر يروح ابعد من هذا الشيء، باسكو حتى المواد اللي رانا نستهلكوها محسوبه في الزراعه. نعم. دو بلوز اون بلوس نشوفوا مزارعين والفلاحين يستعملوا المبيدات. المبيدات هذا هو المشكل. المبيدات على كي درنا على المبيدات، يعني الخضر او الفواكه كي تشريها يلزم ديرها في الماء وتضيفي لها ملعقه كبيره تاع بيكربونات الصوديوم وتخليها لمده 10 الى ربع ساعه تتنظف. مانيش نقول لك تنظف كليا، لكن تتنظف بنسبه كبيره من هذه المبيدات. عاودي المشاهد باش خاصه المشاهده باش تفهم مليح. خاطر هذه نصيحه قيمه. نعم. هذه نصيحه قيمه. كي بمناسبه الحديث عن المبيدات في الخضر، ننصح المشاهدين الكرام باش يغسلوا الفواكه وجميع الفواكه والخضر، يوضعوها في اناء فيه الماء ويضيفوا له ملعقة أو ملعقتين أكل من بيكربونات الصوديوم ويخلوه لمدة 10 حتى 20 دقيقة. هنا لو راح يتمطر شوية من رايح يفقد نسبة كبيرة من المبيدات، من السموم. هذه نصيحة. حتى دخان السيارات، حتى يعني اللي يلصق في الفاكهة وهي مازالها في الشجرة أو في الخضر وهو مازالوا في ولا كيكونوا يبيعوا فيهم في التاريخ ولا في نعم طريقة البيع تاعهم وكاع، هذا ينقص يعني راح ينقص من نسبة السموم اللي تدخل للجسم. قيمة هذه. نعم. نصيحة قيمة. نعم. بارك الله فيك. دونك نعاودو نوليو الأكولات، يعني كاين ربما الأكولات المصطنعة لي كونسيرف ولا نعم نعم المعلبات، المعلبات لاحتوائها على مواد الحافظة. المواد الحافظة مواد مسرطنة 100%. على قد ما زاد استهلاك المواد المعلبة على قد ما عندك نسبة التعرض لمرض السرطان بارابور للناس. علاقة مباشرة. علاقة مباشرة. نعم نعم. هذو المواد الحافظة يعني كي نعاودو نولو لجدودنا بكري كانوا يصبروا وحدهم الخضر، يصبروا كل حاجة وحدهم بطريقة طبيعية بدون استعمال مواد حافظة، كانوا صحاح، كانوا يعني يعيشوا. وحتى الأغذية فيهم لي كونسيرفاتور باش المشاهد يفهم المواد الحافظة. نعم نعم المواد الحافظة هذيك او 200 كيك في المواد المصنعة يديروا المواد الحافظة باش لا دوري. نعم. نعم. تطول. نعم.
يعني هنا كاين علاقه قلت لي ما بين المواد الحافظه هذو لي كونسيرفاتور نعم المواد والسرطان. الحافظه والسرطان نعم علاقه كبيره. نروحوا لثاني حاجه وهي اللي يستهلكها الجزائريين بكميه هائله وهي السكر الابيض. السكر الابيض يعتبر الغذاء المفضل للخلايا السرطانيه. غذاؤها المفضل يعني هذا بامتياز. لهذا يعني ننصح المريض ماشي المريض، ننصح كل شخص انه يحاول يستغنى على السكر الابيض بدون مرض، يحاول ينحي السكر الابيض من حياته اليوميه. حتى ينحيه كاريمون، ينحيه قد ما نحاه يعني يعيش، راح يعيش بصحه افضل. داكور. نعم. السكر الابيض اللي نستعملوه، السكر الابيض اللي نستعملوه في القهوه، نستعملوه في تحضير الحلويات، نستعملوه في حياتنا اليوميه، حياتي اليوميه فوالا. نقدروا نستبدلوه بسكر طبيعي اللي هو سكر التمر، مسحوق التمر. نقدروا نستعملوا للناس اللي ما يقدروش يتخلوا على الذوق الحلو، يقدروا يستعملوا سكر ستيفيا، هو سكر طبيعي مزروع مصنوع من نبتة ستيفيا، يعني ما فيه حتى، ما هوش أسبرتام، هو سكر طبيعي. نقدروا نستبدلوه بالعسل الحر، للناس اللي تقدر تستعمل العسل الحر في مكان العسل السكر الأبيض. فوالا هذا هو. طيب دونك سي امبورطون، لازم نبيتو السكر، مشروبات يعني الغازيه ميم لي جو، جو بونس ميم لي جو، حتى العصائر. نعم العصائر. نعم باسكو فيها مواد حافظه، باسكو فيها كميه كبيره من السكر. للناس اللي تستعمل اللايت وهذيك اللايت، يعتبر يعني الكميه تاع السكر اللي تنزع تستبدل بدهون، والعكس صحيح. دونك التسميه تاع لايت كيقول لك محسوب مشروب هذا لايت ناقص سكر. ديجا هل هي حقيقه ولا قلت لي بدلوه بالدهون؟ سما هذيك الكميه تاع السكريات تستبدل بالدهون، ويستعمل كذلك الاسبرتام وهو العدو الاول تاع الكبد. اسبرتام هذا سكر، هذا بديل السكر. نعم نوجدوه نوجدوه في هذو كاش نصيحة يعني عنده ذوق خاص. المشاهدين باش يقولوا باش يرومبلاسيو الغازوز اللي ما فيش غير الغازوز ولا جوج. العصائر الطبيعية يعني عندنا على مدار السنة، عندنا الفواكه. الفواكه صح. نستعملوا عصائر طبيعية، عصير البرتقال دوك يجي وقت البرتقال، عصير الرمان فيه فايدة كبيرة خاصة المعدة. عصير عصير عصائر الخضر كما كنت تحدثت عليها أصلا، كما ندخلوا كرافس، ندخلوا حبه جزر باغ اكزومبل وحبه تفاح، نخلطوا هذو والعصاره تاعهم هذيك نشربوها. وي من على بالك، بالك مشاهدين ما على بالهمش يمد نتيجه هايله. لان شربت يعني عصائر من قبل في الدار، نوجدوا عصائر نقولوا تاع الجزر مع ليمون ولا مع تينا كما قلتي لي، مخلط كوكتيل الحق بلا سكر يمد ذوق رائع. ذوق رائع. هو الجزائري يعني المشاهدين هما تعودوا على هذا العصائر تاع برا، وهي حكايه تعود برك. كي نعودوا حياتنا على نمط غذائي صحي مع الوقت، يعني في الـ في الـ في, الـ في البدايه تكون شويه صعوبه، بصح مع الوقت ان شاء الله يتعودوا ويكون يحسوا هذا في ذاتهم، يحسوا نشاط، يحسوا ينقص التعب هذاك، يحسوا بزاف حوايج. ان شاء الله. يعني تفكرت واحد صديق هكذا، رحت خرجت تعشيت معه في الدار، كان مع الابناء تاعو عنده زوج دراري. دونك كي كنا نتعشاو تم عرفت باللي ولادو في يعني في حياتهم ما طالهم يشربوا لا غازوز ولا جو، ما ذاقوش اصلا، يشربوا الماء وجو ناتورال. قلت له والله غير يعني نستعرف بك، هذه داها قاعده. هو قال لي من دوك ما نوفلهمش، ودوك ولادو كبروا ولاو ما يحوسوش اصلا، ما يحوسوش عليه، على بالهم اللي مضر بالصحه، على بالهم هذه تولي الثقافه الطبيه والحصص اللي يربيهم الثقافه الغذائيه. مليح الواحد يعود ولادو ويربيهم من الصغر على الغذاء الصحي، خاطر كيفوت يوالف المشروبات الغازيه وكذا صعيب، حتى الحلويات الشوكولاته هذو كاع مضره للصحه. يعني ليا قدام انا نقولوا التغذيه ربما تاع الاطفال، نفتحوا قوس بالك تعطينا نصائح على التغذيه الاطفال، باسكو نشوفوهم يشريوا، كاين ما نذكروش العلامات. نعم. يشريوا بحسب مشروبات باغ اكزومبل بتي ديجوني يشربوهم، اسكو هذو مناح ماشي مناح؟ لا بالعكس، انا بالنسبه لللمجه او فطور الصباح دائما نفضل ندخل فاكهه
يعني حبة تاع فاكهة، ميم يروح المدرسة يديها معاه، يقدر يديها معاه، يقدروا يعطوه حبة جزر، خيار، يقدر يستعمل قطعة خبز كامل، قمح كامل، باسكو لوبان كومبلي، لوبان كومبلي فيه فائدة. يعني نروحوا ونولوا نقولوا لجدودنا واش كانوا يوكلوا، والدينا واش كانوا يوكلونا، يعني كان غذاء صحي خير من هذا هاد الايام. هاد واش راهم دوكا يستعملوا؟ قلت لك ثاني نظرا للوقت اللي ما عندهاش الوقت، الناس يحوسوا على السهوله، يشرو واجد الوغ هو مليح يحضروه في المنزل، هكذا غذاء صحي. كيما درك وقت التمر، وقت العنب، الرمان، تقدر تعطيها حبيبات تمر ولا هكذا، ومع قطعه خبز، مع معليش مع جبن داخل، هذا يعتبر لمجة كاملة. لمجة كاملة. ولا مهم في فطور الصباح يعني. بلا ما يروح يشري كيما نقولوا، بلا ما يروح يشري، وتبقى طبعا الوقاية خير من العلاج. من العلاج، نعم. طيب. نعم. كي نتكلم بصفة عامة، يعني الإنسان كي يحمي، باش يحمي جسمه، يبدأ من درك بهذا الغذاء الصحي. وبالنسبة لمرضى السرطان، باش نحسنوا المستوى تاعهم، يعني كيفاش نقولوا لا سيرفي، نطلعوا لا سيرفي تاعهم، نسبه انفه في الحياه تاعهم، في الحياه تاعهم، ان يستعملوا غذاء صحي. من بين هذا الغذاء هو تجنب استعمال الحليب لاحتوائه على عناصر النمو، لي فاكتور دو كرواسونس، وهذو يزيدوا في الخلايا السرطانيه، ولاحتوائه على على عناصر الالتهاب، لي فاكتور برو انفلاماتوار. ونفضل هنايا استعمال الجبن، باغ اكزومبل كامونبير غني، هو يقدر يصحح الميكروبيوت المعده، يعني بكتيريا المعده يصلحها، ونافع جدا. الجبن الازرق، الجروير تانيك، يعني الفرماج الجبن الازرق سي الروكفور، الروكفور سي الفرماج بلو، سي دانو، الفرماج دانو سي، هادو يعني فيهم فايده كبيره، وغنيه ثانيك بالبروتينات اللي نقدروا، يعني كي يستهلك الجبن يقدر يستغنى عن اللحم، سورتو عند الناس اللي يحبوا استهلاك اللحوم. ونحن نشوف اللحوم لا ينصح بها في مرض السرطان، علاه؟ لانها ترد الجسم داخل الجسم، تردو بي اش حامضي، تعطي حموضة للجسم، والبي اش الحامضي هو احسن وسط للخلايا السرطانيه لانتشارها ولا ملتيبليكاسيون تاعها رابيد. دونك نيفيتو كاع اللحوم الحمراء، معليش دو طون زون طون كي يحب ياكل قطعه. ونقدروا يعني بما اننا تحدثنا على حموضه الجسم نحوها باستهلاك المشروبات الغازيه الطبيعيه، الفيشي اللي نعرفوه بالفيشي، لانه غنيه بالصوديوم، ولا استهلاك الماء من الاحسن لوت سورس، ويضيفوا لها ملعقه، يعني في كل كاس يضيف ملعقه بيكربونات دو صوديوم، هذه ترد البي اش تاع الجسم قلوي، مما يساعد في التخلص ولا كيما نقولوا اون سيركلي هذيك لا مالادي، باش ما طيب محاصره المرض فوالا، يعني باش ما ينتشرش، كذلك ينصح بممارسه الرياضه، بتجنب كل ما هو معلب او كل اللحوم المصنعه هذه، يعني باتي كاشير فوالا، باتي الكاشير، لا فيوند فيمي، هذو كاع يعني تنزع، تستبدل بغذاء طبيعي كما قلنا. كما اللحم اللي يقول لي البروتينات نقولوا تنجم تستهلك السمك، تنجم البيض فوالا، وكذلك البقوليات غنية بالبروتينات، والبروتينات النباتية أحسن من البروتينات الحيوانية. نعم. نقولوا إحنا نستهلكوا كذلك يعني الأكل تاعنا الطبيعي، اللي هو سلطة متكونة من مزيج من الخضر الطازجة. الخضر الطازجة تحتوي على الفيتامينات والمعادن اللي ما نلقاوهاش في الخضر اللي طابت ديجا. دونك دائما نستعملوا هكذا سلطة، ونزيدوا معها بالنسبه للغداء نزيدوا طبق يكون طيبناه بزيت زيتون بيان سور، قلنا كاع زيت المائده
ينزع ينزع ديفينيتيفمون من الاكل ونضيفوا ويقدروا يستهلكوا قلنا خبز القمح الكامل او الشعير او حتى السميد يعني يقدروا يستهلكوه. هي اللي ممنوعه الفرينه لانها مكرره اللي غافيني وهذاك الغافيناج تاعها هو اللي هذاك المواد اللي استعملت باش تبيض هذيك الفرينه هي اللي مسرطينه نعم. ونشربوا الماء نمارسوا الرياضه. الرياضه مليحه في كل الاحوال مليحه. بالنسبه للوجبه العشاء تكون دائما عباره عن حساء خضر ونزيدوا معاه زيت الزيتون قطعه من الخبز الكامل وسلطه ولا حبوا. ويعني في كما نقولوا بالنسبه للاسماك ولا تفضل في الغداء يفضل استهلاكها في الغداء على جال عمليه الهضم. كل ما كانت سهله عمليه الهضم كل ما وظائف الجسم كانوا هكذا نقولوا احنا ودينا ما منحوت ناكلوها في الفطور ونتري يقول لك شريه بكري ما تخليش حتى العشيه باش يكون فري وكيما نقولوا. وننصحهم كذلك بتناول الفواكه الجافه مثل الزبيب مثل المشمش مثل الكرموس تاع تاعنا احنا تاع بلادنا. كذلك بالنسبه للتوابل استعمال الكركم. الكركم هو مضاد للسرطان بامتياز. استعمال القرفه تحسن مستوى السكر في الدم. والزنجبيل كذلك مضاد للالتهاب مضاد للسرطان. يعني حوايج طبيعيه فيها خير كبير نعم. ودائما نقولوا احنا الريجيم تاعنا ميديتيرانيا هو احسن نظام غذائي في العالم والله ما شاء الله. ميديتيرانيا عندنا سيت اون شانس الفولا سيزيغ فوالا. بارك الله فيك دكتور وفيك البركه على كامل المعلومات. في كاين نصائح بديت تمديهم للمشاهدين؟ نصائح انهم بالنسبه للمرضى السرطان نقول لهم تقدروا تاخذوا مكملات غذائيه عباره عن فيتامين سي بكميات كبيره يعني وكميات كما نقولوا سي بيرسوناليزي. الطبيب هو اللي لا دوز اللي بيرسوناليزي. كاين لازم هذه عامل مهم هو تعديل مستوى فيتامين دي في الجسم خاطرش فيتامين دي عنده دور كبير في مرض السرطان. عندك مكملات كذلك غذائيه عباره عن فيتامين او اللي هو مضاد للالتهاب والسرطان هو عباره عن التهاب. المغنيسيوم وكذلك مجموعه خاصه بي 6 مجموعه فيتامينات ب خاصة البي 6 والسيلينيوم. السيلينيوم برك نفتحوا قوسين. السيلينيوم لازم نديروا تحاليل اللي كما قلت لك كاين ان كونتوم اناليزاتور اللي جديد في الجزائر يعرف كاع المعادن واش كاين. سين ماشين وي اللي يستعملوها يحلوا بها واش كاين في الجسم. طيب. حتى يحلوا حتى لي زيمونسيون يعني نسبه القلق نسبه هذا وين يقدر يديرها المريض؟ يقدر يتصل بنا ويديرها يعني كاين ناس مختصين جايبين هذا لاباري يقيسوا به. نعم بارك الله فيك يعطيك الصحه البركه. شكرا على كامل المعلومات. مشاهدينا يعطيكم الصحه نشكر لكم على وفائكم ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا من كامل هذه المعلومات. تبعوا النصائح اللي مدتهم لكم دكتوره. موقع غير نقول لكم نتلاقاو الاسبوع القادم ان شاء الله نفس القناه نفس التوقيت. تهلاو في صحتكم وسلام.